كانت مقابله يعني بمستوى يعني عالي، كانت مقابله تاع كره قدم يعني تاع بطوله وطنيه معروفه بالمستوى تاعها. الشوط الاول ما كناش يعني في المستوى، ما درناش واش مطلوب منا، وهدينا يعني هدفين الفريق الخصم. اما في الشوط الثاني يعني بعض التعليمات ولا الفريق يعني رجع، ولكن توجور كما يقول ما كناش يعني فاعلين في الهجوم. هذه كرة قدم تمد تصدق يعني هدفين من الخصم، خاصة في الميدان تاعو صعيب باش تقدر يعني ترجع يعني في النتيجة. كان الفعالية كانت خصم يعني يعني درنا شوط ثاني يعني في المستوى، ولكن الفعالية في الهجوم يعني ما قدرناش نسجلوا هدف يعني. الشوط الاول ما كناش في المستوى، ما درناش الشوط الاول يعني في المستوى، رجعنا في الشوط الثاني يعني درنا مقابله يعني لما محترم يعني الشوط الثاني، حاولنا باش نكونوا يعني نتحكموا يعني في اللعب ونسجلوا اهداف، ما سجلناش نقص الفعاليه، وهذه يعني مش غير مشكل تاع فريق شباب بلطا، ولكن الفرق الكل تعاني من نقص الفعاليه. فريق شباب بلطا يعني فريق تاع يعني تاع لا الحق يعني الفريق مازلت ما عرفتوش منيح، عندي مقابلتين برك يعني عندي نظرة عليكم، عندي نظرة ولكن ما شفتش يعني انا في كان في المستوى خارج الميدان ولا ما كانش في المستوى يعني بحكم خارج الميدان تاعي. النتائج نتائج ما تروفليتيش لا رياليتي يعني مش نتائج يعني تعطيك صوره يعني على الفريق، ممكن من الجانب النفسي وكما تخص الغيابات يعني غايبين يعني لاعبين يعني في المستوى كما الحاج عيسى وقريش وخرباش والله هذوك راهم سي كما يقول في المستوى يعني يكون يعني سيدي مابل تاع الفريق يعني هذوما كانوش معنا اليوم يعني غير مقابله تاع كره القدم الفريق يعني لعبنا الشوط الاول ما كناش في مستوى، الشوط الثاني ايش يقول حاولنا باش نرجعوا حاولنا باش نبنيو يعني بعض الهجمات ولكن فعاليا نكسبوا في الهجمه. مش تكلمنا يعني قلنا ريكتيفيكاتيف يعني سي لوبون جو سي لوبون اورغانيزاسيونيل، وزدنا تكلمنا مع الفريق قلنا لهم انتم ما تعرفوش تلعبوا جوي كيما تعرفوا لعبوا كيما خاسرين لازم خاسرين خلينا نخسر لا فازير ولا دوار فير ولا كاتر فير، يفو جوي في الدبور سي ان سبيكتاكل يفو جوي سايك ايزون كومونسي. باش نقول لك مستوى ما كانش مستوى كبير، ما كانش فرق كبيره، ما كانش يعني فريق كبير غير السماوات يعني الصحافه وشويه تنفخ شويه ولا هذاك يعني تقريبا الفرق كل كيف كيف يعني ماشي ما كانش فرق. نحاول باش النقاط يعني داخل الديار ما يعني ما نوضروش داخل الديار يعني هذه قاعده عندنا باش داخل الديار ان شاء الله الله نرجعوا ما نقدروا كما يقول حتى نقطه احنا يعني داخل الديار باش كذا ان شاء الله يكون الفريق في كاس الموسم يعني بصراحه يعني كيفاش فريق الاتحاد بن عباس؟ فريق الاتحاد فريق متكامل يعني عنده فرديه تاع اللباس في هذا المستوى يعني وفريق يعني محترم يعني فريق يعني في المستوى يعني الكومبارتمون تاعو كل يعني مليح فيهم لاعبين يعني عنده مستوى يعني في البطوله تاعنا الحمد لله وشكر الله وبفضل الله تعالى والمجهود تاعنا اللي يبذلوه في الاسبوع في التدريبات وفي المقابلات ما يخبرش اليوم كان عندنا مقابله ايضا لعبة خطبتنا ليكيب تعملك ديفيسيل ديفونسيفمون لعبونا اليوم با لي كونتر بوش كنا متخوفين كنت خايف من تركيز تاع اللعاب هذا كنت خايف من اللي يصير عليه الحمد لله وبالمرة تحلنا بقوة درنا كلك زعطنا كيما هكا ماركينا دو بيت ونا راتي تاني ان بيت بن توفيق كنا قبل نخرج بوان زيرو مي ماغي سا كنا حاكمين زمام الشوط الاول الخوش دونك المشكلة كانت كاينة ماغي لا ديفيكولتي تاع التكتيك تاع لادفيرسير الحمد لله و دوزيام ميطون بالك شفت انا شوية المستوى تاع الفريق شوية طاح بارابور بريمير ميطون باسكو لعبة تاعنا كان يجيو في المقابلة عطينا البيت تاني تاع توفي تاع بوكالمونا و كيلكو زاتاك تاني ما كونتر اتاك عطيناهم مي و غروسو مودو كنا نشوف في اللعبة باسكو الاحترافية تاعهم و لا كونسونتراسيون تاعهم ما كان شوية قلت شوية ليسي دو كونفيونس و دوزيام ميطون
مي كانت شويه تعب ما اون مال ريكيبيري مع العراش الحمد لله دوكا عندنا 27 بوان انا في مرتبه نقولوا سته ولا هكا الحمد لله ما يخفلكش الاوبجيكتيف تاعنا ما يتبدلش يكون توجور لو ماتيان دونك حنا ماذا بينا تكون هذه لا ستابيليتي ريزيتا في سيدي بعباس في 24 ديغري هنا تكون كان ريزيتا بوزيتيف ديال لافيكتوار نتمناها تكون مي نخدمولها وان شاء الله الجمهور كان يستنى اليوم في المقابله ديالها الراجل 12 نادو هذا الفوز وان شاء الله مازال خير قدام وان شاء الله ماذا بينا نوصل لوبجيكتيف لو بلو فيت بوزيتيف باش اللعبه تاعنا ما غادوش جدد باش يتاقلموا ديجا كلكو نوفو لعبه بداو يتاقلموا بشويه بشويه دونك نعطيهم شهور وان شاء الله نكونوا مجموعه جروب سوليدار كي ديفون لو كولور تاع لو سيرفي. زعما ما ديتلاش لا شونس اونكور. لا السؤال هذا ما قبه تخلى خرج ما تخلى خاطر تيران على الحراش يمكن شهور. وزيد يعني يقول لي بارهم دو باس ديسيزيف اليوم. سيفي ما كنتش مستوى تاع من قبل، دو باس ديسيزيف. ما يخبرش بلي كان موغ دو كومبيتيسيون شويه. مي هذه من المحال دير ان بيتر في البوتوش. واليوم ما يعني ما كانش ولا ما كانش في اللياقه بيان بيان اللياقه العالميه، يمد دو باس ديسيزيف. دونك كان في هذا اللاعب هذا وضد البحوثي. الحوثيين اللي توجي فرق المسار جاني الكوتش، ديجا او لو بونسينيو دو لا بريبونسي الكوتش. وهذيك على شونس هو يربحها في التيران في المستطيل انا جي بولي جاك وراي معاه هما اللي كونفيرمي لا بلاصه هاد بدا اون تيكا هو ولا عبد اللي ولا ناحي ولا مكرف ولا مات الله هادو كاع في راسي كونسينيور شغلا لو سيربيا دا اوبجيكتيف ويمثل في ديكوزيون ما يكون هذا بوزيتيف تما نعطيو لا شونس بزاف هاد لو جون مي ما يخفلكش اللاعب اللي عندنا كان يسوسو ديجا ما عنديش طون كاتونتيتي دونك ميم لو تيرا سون جال يلعبو دونك المستطيل هو اللي يحكم دونك انا ريبيتي شتا كان شويه اكسبيريونس على لو جون تاعنا ان زواري بلو اكسبيريونس فاهم هذاك حرباش شويه تاني عندنا مجموعة دروك تقولها فيها 22 تاع 25 دروك لي باس كيما قلت راهم غاليين دونك كاين دي شوا 18 اور وليد دغرو سو سو دي شوا لا لا انا شوي با كونت اوكان جوار انا اللي يجيب البلوس لو سامبيا هو اللي غادي يفوت اسمح لي شوف شوف الحرباش سي لا بريمير اونتري معنا زوار يدير لي بون اونتري مع الحراش ودنا بيت وتكتيكو كان بيان نيو تكتيكو كان بيان مالغري ادابتاسيون مازال هاد الجوج مازال ما دخلوش انا شي تاب باين بلي تكنيك مو بيان فيزيك مو مقوس باسكو لي كومبيتيسيون انا عاش بزاف في فيراري انا شوية وقت في ادابتاسيون بحال باش كيتر كي هاد ليكسبيريونس مي مكانش عندها وقت بزاف ان كارديا كي راه مال شوية شوية لا ستابيليتي في لي بوتوار في دو ماتش هادو دونك انا مبقاش نجي في دو ماتش او موا 5 6 7 جو جو وهذا هو مسمي بوزيتيف. بلاجي بلاجي ما سمعش. شوف ماشي. شوف ماشي. كي يكون ماتش اونترامون وفي يوم ماتش وفي ساكش كيف كيف. نشوفو. اسمح لي. اون تو ليكا سي فري كو كاين اي كونكيرونس كاين في الميوتي اللي فاسو جير دونك لو بلوس اون فور qui veut le plus éradier. Quand il éradie le 2, il gère un plus l'équipe, le groupe, pour aller éradiquer. C'est vrai, les gars sont chers. Mais depuis, il faut mettre la haine de Tokaïla. Tokaïla a des moulins de ça. Mais ça, des moulins de ça, j'ai le moustaro. Puis j'ai le moustaro, j'ai le résultat. Donc, maintenant, mes coachs, Adna et 11 joueurs titulaires, ou la 14. Je devais prendre le 20, 22. Parce que tout le monde est capable de faire. Tout le monde est concentré. Parce que j'ai le moulin avec les d'avant. Il y a des coachs moulins. يكون في البونتوش يخدم ويجيب لنا من بعد مستقبل. شو هذا كل شيء لا باسكو ان جو اون بيسيو سيت نبغي لي تيتل نبغي حاجه كبيره مي فو يفو نتمشو احسن ما عندنا لي موان عندنا حنا سوا سوا موان جوا لا افكتيف سوا فينونسي سوا بزاف ماتيريال بزاف سوا سي فري كو لوبجيكتيف تاعنا لو ماتيريال قلت لكم قبيله لو بلو فيت بوسيبل لو ماتيريال
ينوصلوا للمكان البيت بوزيب اللعب يتحرر الجمهور يحس بالله عدا فريق عدا جروب يزيد يتعمل الستاد يزيد يعطي دعم تولي تمات تبدل لي زوجيتين ولا ربي يكتب وصار كل مومون عندنا كل باتات يا ربي بقينا ديبو دون ديبو سي تروماج ماذا بينا نحط روماج ماذا اللعب يكون الاز لكن بالك روماجيتو ماركينا ونجميطو كان هذاك لو تراك كان هذاك شويه كون يمرقونا نولو كما كان في لي سات ماتش الاولى كاع كان حاكنا شويه خوف بغينا نتمنى تكون كنا على لا روسي نتمنى توجور في استادنا نكونوا ان باطال سادير نفرحوش عندنا او ميم طون طالك نوض نيغوسيو نبغيو ان بوان تروا بوان اللي كان نقسموه نوصلوا لوبجيكتيف تاعنا ومن بعد كي نوصلوا لوبجيكتيف حضر لي الاهداف البيت مرتاح نعم جميل سي نور ما كاش لي ريزولتا مضرن يطيحوا على الشعب يطيح عليه لابريس يطيحوا على لي ديليجون يصرا الخلاط الناس تعور زياده سنه الحياه تاجيلي نورمال الحمد لله ربي صبرني ما تقلقش بلا كان دي جون دي بون جون في بلاد بزاني لي حافظوا عليا لي سوتون علي وما يخفرش علي لو بوا تاع مسلو اللي حطاب اللي هو لعب دور كبير في باش عاد يخبرك باللي كل ولي غول النهار ديالي كنت ديميسيونير ولا تيليف تاعي ولا تيليف تاع لوزامبير باسكو النهار اللي نخدم يبيان دو جور وتريكوتي وتنجح ما انا اونترينور انا ماشي اللي غادي ندخل ماركي ولا ديفوندي ولا ندير ماركاج ولا انا سوي اونترينور كي فو غاني ما نبغي ندخل التاريخ تاع لوزامبير كما دخلت في التاريخ تاع دوتيكيب ان شاء الله باذن الله ندخلو ومن بو سيسرا في الباسي يبغيك الباسي هذا فوتبول نشوفو القدام وان شاء الله نفرح هذا الجمهور هذا الفريق باسكو الفريق ما يتفلقش بلي عنده تاريخ عنده مواليه عنده شهداء عنده بزاف صوالح دونك نتمنى راني هذا الميساج ما قلتها للعابه كيفو ندخلو في التاريخ كيفو بوا با نفرحو هذا الجمهور ولا لا هذه دنيا اللي يخدم ربي يعطيه دونك ان شاء الله عليها قلت لكم لو بلو فيت بوسيبل ماتيان باش الانسان يلعب لي زوبجيكتيف تاع لاكسيون يعني غير بور فورماسيون بصحه قابله